يعني متهم مثلا يبقى واخد 15 سنة في قضية، هل من المنطق ومن العقل ومن العدل ان انا احدد له جلسة بعد 6 سنين مثلا؟ لا طبعا. يعني ازاي؟ لا، وخد وقضى براءة حبس احتياطي 3 سنوات و6 سنين نقط، يبقى قعد 10 سنين. ومش كده وبس، طب بياخد تعويض وممكن عن السنوات اللي وممكن هو ده في حالة ياخد تقضي المحكمة ببراءته بعد كده. ما انا بس ده سؤال برضه، هل بيحصل على تعويض في حالة البراءة باشا، عن السنوات اللي قضاها في السجن؟ هو التعويض، التعويض يعني حتى المقولة اللي بتقول دايما ان قضاء يوم واحد في السجن تنسيك 1000 كتاب قريته عن الحرية. ويقول العصفور الحرية أثمن لي من حبس في قفص من ذهب. طب هل برضه انا عايز اخد حضرتك، يعني انا لسه استاذن حضرتك، كنت لسه اخد تعقيب حضرتك، من وجهه نظرك هل في حلول اخرى غير حلول الاستاذ عادل اتكلم فيها؟ هو في حل حاطه الدستور الاخير، لكن هو مشكله في تنفيذ الحل. يعني ايه المشكله بقى؟ الدستور الاخير عمل ايه؟ احنا مبدئيا كده من عيله قانونيه اسمها العيله الجيرمان، رائده العيله دي فرنسا، تمام يا فندم. في عيله تانيه اسمها الانجلو ساكسون، الرائده فيها الامريكان والكنديين. احنا مش قضاء محلفين، احنا قضاء جيرمان اللي هم الفرنساويين. الفرنساويين النهارده تقريبا من اكتر من ربع قرن، 25 سنه، عدلوا قانون اجراءاتهم وعملوا التقاضي على درجتين للجنايات. احنا عندنا التقاضي على درجتين للجنح، انما الجنايات عندنا درجه واحده. فعملوا التقاضي على درجتين، احنا سيرناهم في الدستور الاخير. اخر دستور عملنا عليه استفتاء ده، عمل المحاكم الجنايات المصريه على درجتين. وعطى مرحلة انتقالية 10 سنوات تدبر فيها وزارة العدل أمرها، وتعمل دوائر استئنافية لمحاكم الجنايات. بمعنى أنا كل محكمة الجنايات عايز لها دائرة استئنافية من 3 قضاة. ودي مسألة ما هي سهلة، أنا هدبر النهاردة عدد من القضاة موازي لعدد الجنايات اللي موجود دلوقتي. تاخد بساعتك يعني سي الجيزة مثلا فيها 40 دائرة جنايات، عايز 20 دائرة مستأنفة في 3 قضاة. عايز يبقى كام قاضي؟ عايز 600 قاضي جنايات اعملهم استئناف. فالدستور عطاها 10 سنين تدبر امرها وزاره العدل. انت واخد حضرتك الدستور كان في كام؟ في 14؟ 2014. يبقى احنا النهارده بنتكلم في 6 سنوات مروا، فاضل 4 سنوات خلالهم لابد ان يعمل الدستور ويعدل قانون الاجراءات وتبقى الجنايات في مصر على درجتين. ليه بقى؟ دي هتحل ايه؟ دلوقتي زي ما قال الاستاذ عادل وتفضل، انا محكمه الجنايات بتحكم والمتهم بيطعن او النيابه بتطعن، بيروح على محكمه النقض ال 28 محافظه، تمام؟ محكمه واحده تستقبل كل هذه النقود. وكمان بقى عدلت لها قانون في 17 وقلت لها افصلي في الموضوع، لو قبلتي النقض حددي جلسه وافصلي انت في الموضوع، ما ترجعيش للمحافظات. انت خدت بال حضرتك؟ فشوف بقى كم الضغط اللي على قضاه النقض، وهم دلوقتي كلهم في الستينات، ربنا يديهم الصحه، مشايخ. فالموضوع عمليا صعب جدا. طيب الاستئناف هيحل الموضوع بمثابة، عشان المواطن العادي يفهمنا، بمثابة مصفى. بمعنى ان انا محكمة الجنايات اول درجة ده اللي هيبقى، ده اللي هيبقى التعديل اتعمل عشان محكمة الجنايات اول درجة هتقضي سي 10 سنوات. المتهم راح عامل استئناف قدام دائرة الاستئناف في الجنايات، برأته خلاص، وفرت على محكمة النقض قضية. بص سعادتك بقى، مبدئيا هو مش رايح على النقض، او عطى 3 سنوات قضاهم المتهم وما طعنش، شكرا. وفرت على محكمة النقض قضية. إذا اللي هيتصعد لمحكمة النقض من القضايا اللي تستحق هيقل العدد جدا، 50% من القضايا هياخدها برائتها. لأن أنا هاخد قضاة من البهوات بتوع النقض اللي هم في السن الستينات وهحطهم مستأنف إيه؟ جنايات. الخبرة بتفرق، ما أنا بقول إن محكمة النقض بتعد الخطأ القاضي بتاع الجنايات. يبقى خطأ القاضي هيقل لو خبرته عليت. فانا النهارده عليته، عملت استئناف للجنايات، الاستئناف دول البهوات دول هيبقوا فوق 60، التلاته كلهم رؤساء بدرجه رئيس، تمام. يبقى التلاته اخطائهم هتقل، يبقى الحكم هيطلع الى حد ما اقرب الى العداله والقانون. هخف الضغط على محكمه النقض بنسبه 50%. تمام جدا. استاذ عادل، الاقتراح اللي استاذ محمد استاذ ياسر بيقوله، هل عدد القضاه يكفي لهذا الاقتراح؟ عدد القضاه يكفي لهذا الاقتراح؟ اه، وعدد القضاة دلوقتي يكفي لهذا الاقتراح. توزيع بس. هو كل ما في الموضوع ان يبقى فيه عدالة في التوزيع. عدالة في التوزيع. بس. انما المشكلة على او او او, أو ال ال ال
الكاهل دلوقتي على مين؟ على عاتق المواطن. المواطن هو اللي بيدفع يعني كل انا حاجة. دلوقتي النهارده المتهم اتحاكم قدام دايره واحده، بكره المتهم ذات المتهم ده بتحكم. اللي هو زيه بقى مثيله هيتحاكم قدام دايرتين. طيب ما احنا من دلوقتي نسارع ونخليها على درجتين عشان نخلي كله سواسيه، كله سواسيه يعني واحد واخد اعدام دلوقتي ممكن ان يكون على درجتين يبرأ تبرأ ساحته. برضو في سؤال عايز اسالك يا استاذ عادل، الدوله بتسعى للتحول الرقمي والتقاضي عن بعد، هل ده يسهم في حل هذه المشكله لو تم موضوع التقاضي عن بعد؟ التقاضي عن بعد التقاضي عن بعد لا يسهم لا يسهم تماما. يعني انا في تقديري ان ايه السبب بقى ان هو لا يسهم في هذا الامر؟ لان القاضي والمتقاضي والمتهم اما يكونوا كلهم كده وجها لبعض وجها لوجه، حس القاضي نفسه من وفراسته كده والمتهم قدامه بتفرق. يعني العمليه مش ورق ومرافعه ودفاع، لا ده قراءه ما بين السطور وفراسه. علم الفراسه ده علم يعني ربنا حبي قضاه كتير جدا ومعظم قضاة مصر بعلم الفراسة. يعني مجرد ما انه يتحاور مع المتهم بيعرف ان هو مذنب او مش مذنب. انا سألت حضرتك السؤال ده لان كثير بيطالب هذا الامر في ظل اوضاع كورونا، يعني بالتحديد طالب بموضوع التقاضي عن بعد على غرار أنا, انا انا ضد هذا الاقتراح تماما. وبقول ان هو لا يساعد العداله، لا يساعد العداله، لا يساعد العداله، لان احنا في البدايه والنهايه بنطبق عداله. لا يساعد العداله ده لفظ صحيح. لا يساعد، ايوه طبعا ده لفظ صحيح، لان هو سعادتك الفيديو كونفرنس اللي هم بيسعوا ليه ممكن اطلقوا دايره في محكمه النقض منه. الكلام ده ممكن يتعمل في المدني وفي محكمه النقض الدعوى ان المتهم ما بيحضرش. الدعوى اللي هي ايه؟ دعاوى المستندات، انما دعاوى تحتاج الى حس جنائي شخصي من القاضي برؤيته للمتهم ومناقشته فيه. هضرب لك مثال عشان هل رؤيه القاضي للمتهم بناء عليه بيصدر الحكم؟ مش في اوراق؟ لا طبعا مش في اوراق. يصدر الحكم من القاضي بناء على الجريمه، تقديرا للجريمه والاوراق ولظروف المتهم. شوف سعادتك، ولظروف المتهم. يعني انا لما يدخل عليا متهم دلوقتي، انا اسف مشلول، لما يدخل عليا متهم اعمى، اما يدخل عليا متهم بيتلعثم في الحديث، وتاتي الاوراق بعكس الكلام ده، مش انا المفروض اشوفه كقاضي؟ هو ده. يعني انا هضرب لك مثل بسيط جدا. النهارده الاسلام لما جه حقق العداله الجنائيه، انا بتكلم على الجنائي مش المدني، بس المدني ممكن الفيديو كونفرنس يسد فيه، انما موضوع الحوار ما بيظهرش غير في القاعه، الحقيقه ما بتظهرش غير في القاعه. النهارده سعادتك قضيه القتل وده المثال الحي بقى. تمام. اي دعوه في الدنيا ليها خصوم، اي دعوه في الدنيا ليها خصوم، خصوم قضائيه. الدعوه المدنيه يا جناب الباشا ليها ايه؟ مدعي ومدعي علي، اتنين واقفين قدام بعض، والقاضي هو الفيصل، وده اللي يدفعه وده اللي يدفعه. تعالى بقى لجنيه القتل، اين القتيل؟ اين الخصم في الدعوه اللي هو القتيل؟ ذهب الى بارئه، صعد الى السماء، موضوع انتهى، مش ماثل قدامي. اذا في جزء في المحاكمه غايب تخميني، ولذا ستظل العداله الارضيه ناقصه في جنايه القتل. العداله السماويه هي لما يبعث. العداله الناقصه دي يبقى انا بكمل، عشان اذهب للعداله بكمل بمجهود القاضي، بمجهود النيابه، بمجهود المحامي، بكمل ان انا اقترب من العداله بقدر الامكان، وان كنت لن احققها العداله النهائيه في جريمه القتل. طب هقترب منها ازاي؟ الا اذا مثل الخصوم امامي بمفهوم المتهم. طب انا غيبت المجني عليه غصب عني مات، هغيب كمان المتهم، الخصم الاخر في الدعوه. فالفيديو كونفرنس في بعض الدعاوى وخاصه المحاكمات الجنائيه لا. طب لا يصح. نرجع نكمل لحضرتك مع الكلام، بس هناخد اتصال هاتفي. ام خالد من الفيوم، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته، اتفضل. هو بيتكلم عن الظلم. طب احنا وقع علينا ظلم. اتفضل. احنا وقع علينا ظلم، يعني وقع علينا سنه اتحكم على جوزي سنه ماشي مع 10,000 وموضوع البناء، واحنا اصلا مالناش بيوت ماشي. وما بص يعني احنا بنستخبى كده زي الفيران في الشقوق من الشرطه بسبب الظلم. التهمه ايه؟ يعني
هي التهمه ايه لو سمحتي بس؟ التهمه ايه؟ التهمه بناء فرد زراعيه، واحنا ما بنيناش وما عندناش بيوت، لان احنا اصلا ما عملناش اولاد عشان نبني. احنا يعني عشان انا بعرفكم بس الظلم بيجي ازاي. يعني خدنا كده سنه ظلم وظلم. ماشي؟ بس الناس المفروض القاضي اللي بيحكم بيه ده قدامه ورق ان البيت دي مش بيتنا. وصاحبة البيت قرت وقال ان البيت دي ده مش بيتها هي. وهو اتحكم عليه بسنه، واحنا ما لناش بيوت، لان احنا اصلا ما عندناش اولاد عشان نبني بيوت. طب الاستاذ عادل هيوضح لحضرتك ايه الاجراء ممكن تتبعيه للحصول على حقك في هذا الامر. استاذ عادل تعقيب حضرتك على اتصالها. هو بص يعني هنوضح حاجتين. اتفضل حضرتك. الاولى اذا كان المباني حديثه دلوقتي. والثانيه اذا كانت المباني قديمه. اللي هي من 2008 وحتى الان. لان انا ليا تحفظ كبير على قانون التصالح، لانه انا بعتبره مخالف للدستور تماما. ومخالف للقانون الإجراءات تماما، ومخالف لكل الدساتير في جميع التشريعات. تمام. انا ده رايي القانوني ورايي الشخصي. تمام. لان ما انا اتحكمت ودفعت الغرامة او اذا كان المتهم اتحبس وانقضت العقوبة بتاعته، انقضت اجرائيا، واخد بالك؟ ما ينفعش ان انا احاكمه عن ذات التهمة مرتين. يعني دلوقتي بعتبر بحاكم المتهم ده عن ذات التهمة مرة تانية. عن ذات الواقع مرة تانية. وبحكمه بمضي المدة، إذا كانت الدعوة بتنقضي في إذا كانت غيابي 3 سنين، إذا كانت عقوبة بقى بتسقط العقوبة بمضي 5 سنين. أما حاكم واحد من 2008 لغاية دلوقتي، يبقى أنا كده فعلا بخالف الدستور. إحنا بقى هنقول بقى إن إحنا تبع القانون القديم. القانون القديم ده بسط الامور شويه. هنقدم طلب تصالح في الوحده المحليه المختصه، ونجيب ما يفيد جديه هذا التصالح وبنقدمه. اذا كان الحكم نهائي بنقدم الطلب للنيابه. واذا كان الحكم لسه، القضيه لسه متداوله قدام المحكمه، تمام، في هذه الحاله بقدم الطلب للمحكمه، والمحكمه بتوقف تنفيذ العقوبه وبتستبعد القضيه من الرول لغايه ما تتم الاجراءات. انما اذا كانت الواقعه دلوقتي، فطبعا بتحل المحاكمه العسكريه. فوريا. ده قرار، ده قانون التصالح الاخير. طب استاذ عادل، كنت عايز اسال حضرتك. انا هضيف للاستاذ ياسر. استاذ ياسر ده الانتيم بتاعي وانا بحبه. يعني انتوا رفيقي. اتفضلوا. شوف حضرتك، انا شايف حضرتك بتسجل حاجات، شكلك في كلام عايز تضيفه على اللي هو قاله عن موضوع التقاضي عن بعد. لا لا، انا بقول يعني وحتى النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا علي بن ابي طالب: اذا تقاضى اليك اثنين فلا تقضي لايهما حتى تسمع للاخر. يعني لازم تشوفهم. تمام. وانا كان عندي وقعه قضيه قتل من فتره كده، يعني حتى افتكرتها دلوقتي. كانت واحدة اتهمت انها قتلت حد، واحدة تانية. وكان حضورها كان سبب في براءتها. ليه بقى؟ لان كان جسمها نحيف جدا، والتانية كانت ضخمة. وكانت التهمة انها ان المتهمة قاعدة على السلم، والتانية قاعدة وراها وبتخنقها. كلام مش منطقي خالص، ومش ماشي مع الورق، مع مظهر خالص. ايوه. يعني حضورها نفسه واطلاع القاضي على يعني على الهيكل والورق، يعني المظهر احيانا بيكون سبب طبعا في غير يستحيل الواقعه تحصل. غير النظره خالص رغم انها اعترفت. تمام. رغم انها اعترفت. طب هناخد محمد معانا بالفيوم ونرجع لحضراتكم تاني. اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد. ايوه يا فندم، مع حضرتك. اتفضل يا فندم. بعد اذن معاك يا سعاده الرئيس، انا ليه قضيه في مجلس الدوله بقالها اكثر من 4 سنين. فانا كنت عايز اعرف ايه سبب رفض القاضي للقضيه بتاعتي. انا كنت امين شرطه في الداخليه وطلعت تعسفه ايام نظام حسني مبارك. طب هي القضيه قضيه ايه مخصوص ايه بالظبط؟ عوده للعمل يا فندم. عوده للعمل. اتحكم فيها ولا لسه؟ اتحكم فيها ولا لسه؟ رفض القضية. طب طعنت قدام الإدارية العليا ولا لا؟ طعنت يا فندم قدام الإدارية العليا ولا لا؟ ما رحتش يا فندم. المحامين يعني شاطوني لبعضيهم يعني وكده، وطبعا أنا يعني على باب الله بشتغل أرزاقي، فمش هينفع إن أنا أسيت على المحامين بصراحة.
ماشي خلاص. الاستاذ عادل هيرد على حضرتك، وضح ايه الاجراء اللي ممكن تتخذه عشان تاخد على حقك وترجع تاني للشغل مره ثانيه. استاذ عادل، هو طبعا القرار الاداري بيتم الطعن عليه من في خلال 60 يوم من تاريخ اعلانه بالقرار، مش صدوره، اعلانه بالقرار. اذا كان هو موظف زي كده لازم يتظلم، وبعد ما بيتظلم اذا ردوا عليه في خلال الستين يوم بيبقى ليه 60 يوم تانية. ما ردوش عليه لازم ينتظر الستين يوم، وبعد كده الستين يوم اللي بعدها بيتظلم، بيرفع قضية طعن على هذا القرار قدام محكمة القضاء الإداري، بتنظر هذا الموضوع بعد ما تحلها مفاوضين وكتب فيها تقرير. القضاء الإداري على فكرة قضاء مجتهد جدا جدا، وأنا شخصيا ببقى مبسوط جدا كده وأنا بمسك الحكم الصادر من القضاء الإداري بدرجاته. بيبقى فيه فنيات بتفيدنا حتى في الجنايات، يعني شوف في الجنايات نفسها بتفيدنا الفنيات بتاعتهم شاطرة قوي قوي يعني. فهو إذا قضى في هذا برفض الدعوة هو بيطعن على هذا الحكم في خلال 60 يوم قدام الإدارية العليا. وطبعا الإدارية العليا بقى فيها لجنة فحص وفيها يعني بصراحة مفاوضين تاني يعني يتم يعني بحث تعبوا طبعا. فإذا كان طعن بقى قدام الإدارية العليا في خلال 60 يوم ان شاء الله ربنا هيكرمه، ما طعنش بقى في خلال 60 يوم يبقى لا يلومن الا نفسه. يعني هو ممكن يكون ساهب بنسبه كبيره لو ما طعنش، ضيع حقه. استاذ ياسر، كنت عايز اسال حضرتك في سؤال برضو، عايز اسال حضرتك بخصوص لو في واحد اخذ حكم وعايز يعمل اعاده اجراء لمنع حبسه لحين النظر في حتى يوم الجلسه، ايه الاجراء اللي بيسلكه في هذا الامر؟ هو في المجال الجنائي يكون حياه جنائيه. الجنحه وليها لو الحكم غيابي من اول درجه بيعمل معارضه وخلاص، وكف البحث عنه على كده ويظل الى جلسه المعارضه. يجي في المعارضه اذا تأيد عليه الحكم بيعمل استئناف. حضر الاستئناف وقضي ضده ما قضي بقى خلاص، قضي بالبراءه والادانه. ما حضرش الاستئناف لمعارضه استئنافيه بيعيد الاستئناف تاني في شكل اجراء اسمه معارضه استئنافيه. ده في مجال الجنحه. اما في مجال الجنايات هو ده بقى حضرتك ما تكمل مجال الجنايات معانا حسين بس اتصال تاني. اتفضل استاذ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل استاذ حسين سامعينا. انا عندي قضيه سعاده الباشا. بخصوص ايه يا استاذ حسين؟ بخصوص والله كانوا نسايب خطفوني بعربيه الميكروباص. معاك كامل يا استاذ حسين. ورحت وخدوا عليا بصمونا على دفتر المواصلات امان. تمام. طب انت رحت اتقدمت؟ رحت المركز ضابط المباحث. ضابط المباحث طلع، دخلنا على وكيل النيابه طلعها ايه؟ لم تتوصل. لا ده ضابط المباحث بقى. التحريات. التحريات بقى. التحريات جت لم تتوصل. يتظلم من امام مديريه الامن. تمام. من اداره البحث الجنائي. تمام. ردت تاني عدت الاجراء. وردت التحريات جت توصلت لايه؟ القضيه. وظابط المباحث جت فهم نفس الكلام برضه بالتفصيل اللي ايه؟ احنا عملنا قاعده عرفيه. وهم ما رضوش يجاوبوا القاعده العرفيه. تمام. طب هل انت رفعت؟ ردت تاني التحريات وديتها البحث الجنائي. وكيل النيابه بعتها كفر الشيخ المحافظه. للنيابه العامة رد الطلب بعتها النيابه. بس مش بعتها النيابه بقى، بعتها ان هي تروح وتجي له ثاني وكيل النيابه. طب تحريات البحث الجنائي قالت لك ايه؟ بعتها تحريات البحث الجنائي جابت لما الواقع ما فيش ورا. الواقع حصلت برضه بس ما فيش ورا. الواقع حصلت يعني اكدت وقوع للواقع يعني. بس ما جابوش سيره الورا اللي انا بصم عليه. بس الخطف حصل. الواقعه فعلا حصلت بس ما جابوش سيره الورق اللي انا بصم عليه. تمام. يعني الخطف حصل. والورق اللي انا بصم عليه للساعه ديت ما جاش. طب هل في نزلت قضيه ولا لا؟ تحت التحقيق وعن يد ضابط المباحث. طب هل نزلت قضيه ولا؟ القضيه خدوا فيها دخل الجنايات. وخدوا فيها شهر. وفي نسخه ثانيه راحت لرابطه المحكمه على ثاني تثبت الورق. تمام. طب محضر اداري كده بيتاخد في المركز وراح المحكمه. زي جناياته اخر الشهر. مش عارف، انا مش فاهم. وخدوا شهر جنح بقى مش جنايات. وهم
الوقت بحثت لمحكمه النقد من سيادتك بتتكلم عليه بيعطلوني في في في, في حاجه انا اللي هو القاضي حكم بحق تعويض وبحق مدني وحكم عليهم بشهر. ده محكمه الجنايه عطلت له شهر. في حاجه محكمه الجنايه عطلت له شهر. استاذ ياسر بيسالك بيسالك هي محكمه الجنايات ولا الجنح؟ الجنايات محكمه الجنايات ولا محكمه الجنح؟ اسمع طيب، محكمه الجنايات ولا محكمه الجنح؟ محكمه الجنايات يا سعاده الباشا اديته شهر والتعويض المدني بتاعه. انا النيابه العامه، النيابه العامه دخلتها الجنايات بعد وكيل النيابه ما كان سد الباب قدامي وما رضاش يسمع بشهور. تمام تمام ما رضاش يجيب الشهود اللي كانوا معانا في القضيه وما رضاش يسمع بشهود وكيل النيابه يجي في الباب عليا. انت مشكلتك انك انت عايز يتفصل بسرعه في القضيه المدنيه صح؟ لا ده انا لسه اللي بورقي يا سعاده الباشا لحد دلوقتي ما جاش. مش في محكمه النقض القضيه بتاعتك دلوقتي؟ هو بعت لي هم خدوا شهر عملت نقض عملوا نقض محكمه النقض هم عملوا ورقي عند الناس عايز اقوم القضيه الثانيه باب الوكيل النيابه مش فاتح بابه خلاص رفض طلبت ان يفتحوا لي القضيه الثانيه عشان اثبت ورقي مع ان الشهود بتاعتي القاعده راحت وقالوا ان في ورق. انهي قضيه ثانيه يا حاج حسين؟ هي قضيه خطف واقراء على توقيع على مستندات وراحت محكمه الجنايات. اسمعني بس دقيقه، وراحت محكمه الجنايات ومحكمه الجنايات بتقول عدد شهر والناس عملوا نقض فترحل الملف كله على محكمه النقض. سيادتك بقى عامل تعويض عايز تقوم الدعوه المدنيه فمنتظر النقض كده صح ولا ايه؟ عشان احنا مش قادرين نجمع معاك. وطي بس صوت التلفزيون عشان بس تسمعنا كويس. ايوه وطي التلفزيون وطي بس التلفزيون الاول يا استاذ حسين. ادوني لحظه بس انا دلوقتي اعمل ورقي واعمل لي محضر باثبات الورق المحضر اللي انت فهمته عايزه كده والورق موجود مع القاعده العرفيه. عايز الورق اللي اكره عليه اتقدم في القاعده العرفيه. ما بتقدم ومتسلم وعندهم علم بيه اللي انت مريض عنده علم بيه اللي انت مريض عليه بالعافيه اللي انا مريض عليه بالعافيه وشافه كمان ومتصور التصوير طلع في لا طلع ما مش عايزين بس نذكر اسماء لو سمحت يا استاذ حسين. احنا بنعرض مشكلتك عشان نقول لك ايه الاجراء المتبع اللي انت اتسلكه. وصلنا معاك وصلتنا كده رسالتك يا استاذ حسين والاستاذ ياسر حضرتك هترد. وصلنا معاك تمام. وصلنا هو دلوقتي بيتكلم على واقع جنائيه جنايه خطف واقراء على توقيع ايا كان المستند اللي وقع عليه بالعافيه تحت هديد سلاح تحت ضرب وتعدي ووقعوه على ورق بالعافيه ايا كان صوره هذا الورق أو إيصالات أمانة ورق على بياض أيا كان شكل. أنا الأول حكاية شهر من محكمة الجنايات دي مش مستصاغة بالنسبة لي لأن أنا حاسس إن التحريات هنا جابت الاحتجاز والقبض فقط تمام. ولم تتوصل لحدوث واقعة الإكراه على توقيع على مستندات ودي اللي جناية معايا سعادتك مع حضرتك. القبض والاحتجاز ده جنحة هو ده راح محكمة الجنح وخد الشهر خلاص ده المستصاغ حسب كلامه ان هو بيقول انا رحت الجنايات رحت الجنايات يبقى حسبها خطف ايا كان قضي بشهر من الجنايات او الجنحه وهو عامل تعويض وهم عاملين نقط هو عمل جلسه عرفيه ظهر فيها الورق اللي كان موقع عليه تحت الاكراه على الرغم ان التحريات ما جابتش الكلام ده هو ده اللي يقصده فهو عايز يتسلم ورقه ده خوفا من استخدامه بعد كده بعد ذلك في المستقبل يعني في المستقبل فمفترض حسب حديثه برضه هو بيقول انا ذهبت للنيابه العامه وقدمت شكوى وعايز قضيه الثانيه هو بيتكلم قضيته الثانيه اللي هي الورق عايز يستلم ورقه كل القصه انه هيذهب لوكيل النيابه وهيقدم له طلب بشكوى وبمحضر وهيتعمل له محضر في النيابه ويذكر اسماء المحكمين العرفيين في القعده اللي كانوا بيحكموا عرفي ما بينه وما بين الازهار اللي هم نسايبه ويذكر اسماء نسايبه هتاتي المحكمين العرفيين اللي عنده الورق اثبتش الامانه اللي عنده الورق هيقدمه للسيد وكيل النيابه وهيتسلمه هو او هيتم حفظه في المحضر يبقى هو خلاص في امان اذا كان حديثه صحيح احنا برضو ماشيين على حديثه مش اكتر من كده مش مش اوراق النيابه فاتحه بابها ده هي ممثلته هي اللي فاتحه بابها يروح يذكر الاسماء اللي قعدت في المحضر الجلسه العرفيه ويذكر اسماء اصهاره ويقول الورق موجود مع فلان الفلان
طب استاذ عادل ده بيدفعنا برضو سؤال تاني يعني بخصوص هو في حته عايز اضيفها بس بالنسبه لي هو بيتكلم برضو في حته التعويض يعني بيقول ان القضيه هتاخد وقت كبير عشان محكمه النقض فهو في الحاله دي ممكن يرفع قضيه التعويض عادي هو الخصم بتاعه هيقدم شهاده ان ان القضيه مطعون عليها بالنقض هتاخد وقف تعليق لحين الفصل في الفصل بياخد بقى شهاده من الجدول بهذا الوقف تمام ويقدم طلب لمحكمه النقض بتحدد له جلسه بسرعه ايوه ده برضه هيدفعنا سؤال بخصوص الشيكات المزوره لو في واحد بيضرب شيكات ومن اجل ان هو يحتكر شخص ما ماليا تمام الشخص اللي محتكر ده ايه اللي يعمل هنا ايه او الاجراء اللي اتخذه ايه عشان يحمي نفسه هو طبعا يعني في 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 بعضا من انعدم ضمائرهم بيستغلوا ضعف الناس الضعف المادي والضعف والوهن اللي هو مش زي قوه يعني تمام فبيبقى مثلا يرفع عليه ايصال هنا وايصال هنا وايصال هنا والثانيه انا هطعن على ده بالتزوير ب 500 جنيه وده بالتزوير هدفع 500 وهكذا في النهايه ما معيش فلوس فالتوتال بقى انه يعمل ايه؟ بيجمع الكلام ده كله ويقدم بيه شكوى والنيابه بتنصفه في هذه الحاله تمام وفي طريق تاني طبعا ممكن لو تقدم بكل ده كشكوى ضد واحد بس للرقابه الاداريه، الرقابه الاداريه في هذه الحاله بتفصل في الموضوع وتحل الموضوع للنيابه وتساعده لان الرقابه الاداريه بصراحه يعني بتكون بدور كبير جدا في حل مشاكل كتيره جدا وسريعه ايوه وسريعه في برضه في بعض التساؤلات يا استاذ ياسر بخصوص في بعض الناس بتلجا بعض المواطنين منعدم الضمير بيلجا ان هو بيقوم بضرب عقد ما من اجل التسهيل لنفسه الاستيلاء على قطعه اراضي معينه لشخص معين يعني تمام ايه الحل لهذه المشكله؟ حلها هو الاداره النهارده القايمه على مصر حلت الموضوع ده عملت اجراء ما فيش اقوى منه النهارده في نزاعات مختلفه على اراضي الملكيه فيها مش ثابته مش ثابته لفرد معين يعني او مش مسجله في الشرع العقاري انما انا مالكها لكن مش مسجل في الشرع العقاري فابص الاقي بسبب فوضه الثوره اللي عدت عقد مزور وناس بتدعي ملكيتها ويحصل بقى مشاكل على الارض ومشاجرات وما الى ذلك هنا سعادتك التعديل اللي حصل في قانون العقوبات الاخير حصل بسبب الموضوع ده اصبح بقى النهارده ناس ضربت بعضها وتشاجرت في حته ارض مش العقد الاولاني بيثبت ملكيه هذا الشخص طالما العقد لا الملكيه تفحصها المحكمه المدنيه كما تشاء بقى والخبير والكلام ده انما الدوله عملت اجراء جديد على مصر هو ده اللي منع اعتداء حد جديد يعني حد بقى هيبلطج في الزمن اللي جاي خلاص بيقول لا ستوب ليه بقى؟ لان تعديل قانون العقوبات عمل له فعل ماده البلطجه واستعمال القوة بالنسبة للأراضي أصبح النهاردة كل جريمة قتل كل جريمة عاهة كل جريمة ضرب تحصل بسبب نزاع على قطعة أرض بيحط الأول استعرض القوة التهمة الأولى وبعدين نتج عن استعراض القوة قتل نتج عن استعراض القوة عاهة نتج عن استعراض القوة إصابة فاستعراض القوة هي جريمة بلطجة مشددة العقوبة عقوبتها بتصل لكام؟ فلوح بيها النهارده لمؤبد المؤبد وفي الضرب ال 15 سنة فأصبحت عقوبة جديدة قوية جدا وينتج عن شوف بص سعادتك أنا جايب القتل بعدها يعني أنا حطيت استعرض القوة نتج عنها قتل الأوصاف بدأت تجي لنا محكمة الجنايات دلوقتي كده في السنتين الأخيرتين قبل كده لا كان قتل تمام فالنهارده الاجراء اللي عملته الدوله بتعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبه البلطجه في حاله الاستيلاء على الاراضي الافراد بينهم من بعض او الدوله ده اجراء جنائي ادى الى قله الاستيلاء على حقوق الاخرين مدنيا هل ده بينطبق استاذ عادل هل ده ينطبق استاذ عادل على ان برضه شخص غايب عن مكانه ورجع لقى قطعة الأرض بتاعته وبيته تم استيلاء عليهم في شوية مشاكل كتيرة بسبب وهن القانون بمعنى يعني أنا أنا دلوقتي أما يكون عندي دعوة تسليم أنا بقول القانون واهن ضعيف في النقطة دي تمام يعني أنت عندك حتة أرض هنا إحنا مالناش صفة خالص بنيجي على حتة الأرض دي ونعمل عقد أنا وإنت ونرفع دعوة تسليم والقاضي بيقضي بتسليم
بتسليم انا الارض ليك انت. والملك قاعد هنا مش يتفاجئ ان في حكم جاي يتنفذ عليه. مع انه هو وضع يده وحائز وقاعد بقاله اكتر من 15 سنة. يعني تعتبر الملكية ثابتة ثبوت يقيني. الا انه ممكن تكون الارض سجل عيني. وفي الحالة دي اما اجيب شهادات قيودات الاقيها مسجلة باسم ناس مثلا ماتت من 50 سنة. لانه ما راحش يسجل. احنا عندنا هنا الموضوع اتحل يعني حلته في جزء منه المحكمة الدستورية العليا. وفي جزء منه آخر جلسة في مجلس النواب حلونا الجزء الثاني. الجزء الأول اللي قضت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 37 وسقوط المادة 38 من قانون السجل العيني. بمعنى أن كان المكتوب في الشهر العقاري في السجل العيني ده له قوة في الإثبات. يعني ما ينفعش أقول أن الأرض اللي مكتوبة هنا باسم عادل صلاح في السجل العيني ما ينفعش أقول أن حضرتك ملك هذه الأرض. ده كلام منتهي. طب أنا مالكها بقالي أكتر من 15 سنة وضع يدي حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة وغير متقطعة يبقى المفروض أنا مالك. المحكمة الدستورية قالت لا، عدم دستورية هذه المادة وسقوط المادة 38. قانون مجلس النواب بقى الأخير آخر جلسة قال لنا بقى حللنا المشكلة دي. حلها إزاي بقى؟ حلها بالاعتداد بوضع اليد. الاعتداد؟ يعني ان انا دلوقتي لما اخد حكم بتثبيت ملكيتي على هذه المساحه. كان الاول الشهر العقاري بيرفض ان انا اسجل هذه المساحه او اسجل هذا الحكم. طالما انا ما اثبتش ان انا شاري مثلا من اصحاب التكليف اللي هم ماتوا من 50 سنه دول، انما مجرد ان انا اخدت حكم بتثبيت ملكيتي اصبح في خلال سنه او ست شهور جاية هيبقى فيه دفاتر موجودة في الشهر العقاري لإثبات وتسجيل فيها هذه الأحكام وتبقى انت أرضك مسجلة وبيتك مسجل وشقتك متسجلة في هذا السجل. هو احنا عندنا بس سؤال أخير كان حد برضو قال لي لازم أسأل في النقطة دي، بس دي في خصوص قضايا إثبات النسب. في شخص تقدم بقضية لأن هو يثبت نسب ابنه حفيده لابنه، لان زوجته قامت بإلقائه في احدى الجمعيات هنا في العجوزه. لحد دلوقتي بقاله سنتين مش عارف يثبت نسب حفيده لابنه بالتحديد، مع ان هو تحليل الدي ان ايه اثبت ان ده ابن ده حفيده. بياخد تحليل الدي ان ايه وبيسترد ليه؟ ماشي لحد النهارده ما صدرش حكم. ايه الاجراء اللي يعمله بعد ده؟ هيرجع لمحكمه الاسره وهيرفع الدعوه اثبات نسب ويحط فيها تحليل الدي ان ايه. ان كان التحليل الدي ان ايه معمول أثبت. تمام، بس ده معمل خاص. يعني اثبت بس ده معمل خاص ما دام في ايده. يعني انت حضرتك بتقول التحليل الدي ان ايه ايضا في ورقه زواج عرفي لانه كان تمام. هيقدم ورقه الزواج العرفي وهيقدم التحليل الخاص بتاع المعمل الخاص بتاع الدي ان ايه ويطلب اعاده التحليل بمعرفه الدي ان ايه اللي هو الطب الشرعي بتاع وزاره العدل، لان ده المعتمد لدى المحاكم. هيجي له التحليل بالتاكيد ان هو مثبوت نسب ابنه. هيقضى باثبات الحاله باثبات النسب. ده الاجراء اللي دعوه معروفه. بس هو اتكلم معايا في هذا الموضوع قال لي بقالي سنتين مش عارف اعمل ايه. ده اجراء ده دعوه معروفه هو بيعلنها وبيعلن مراد ابنه. هو مراد ابنه مش عارف يوصل ليها اصلا. يعني ثابت البيت وطفشت زمان. بس الولد عارف يوصل ليها؟ الولد موجود. الطفل موجود. طيب. والعقد الزواج العرفي موجود. تمام. والتحليل الدي ان موجود. طيب. بس بقاله سنتين في المحاكم مش عارف يثبت ان هو ده ابنه. ممكن يكون مش عارف يعلنها. مش بس كده. في الحالة دي بيعلنها على اخر محل اسم اخر محل اقامة. اخر محل اقامة. واذا لم تتوصل الى اخر محل اقامة بتيجي التحريات بتقول ان هو مقيم في المكان ده، كان مقيم في كانت مقيمة في المكان ده. وانتقلت الى جهة غير معلومة، وفي الحالة دي بيعلنوا في النيابة. مش اهلها ممكن تستلم الاعلان؟ نعم. مش الاهل ممكن تستلم ولا لازم شرط الأهل. الزوجه؟ لا الاهل ممكن تستلم مكانها. يعني تابعه. اللي مقيم معاه مامتها والدها اختها وهكذا. احنا للاسف احنا فاضل معانا دقيقتين بالظبط. يعني في اسئله كتير كنا عايزين نتكلم فيها. كنت عايز اسال حضرتك يا استاذ عادل الرساله الاخيره اللي حابب حضرتك توجهها، وخاصة أنها خلاص ما عادش معانا غير دقيقتين، كنت عايز رسالة حاجة توجهها في هذا اللقاء.
الرسالة الوحيدة اللي أنا عايز أوجهها أوجهها لوزير العدل المحترم. أقول له أن إدارة تنفيذ الأحكام في قرارات التمكين اللي أصحابها بيتوفوا بعد ما بيحصلوا على قرار تمكين الكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن مخالف للقانون. ليه بقى؟ لأن بيقول لي أن قرار التمكين ده شخصي، أنا خدت قرار تمكين بتمكيني من حتة الأرض دي اللي أنت اغتصبتها وجيت توفيت، الورثة ما بيعرفوش ينفذوا هذا القانون هذا القرار، وفي الحالة دي بيلجأوا عشان يقدموا طلب تاني وياخدوا قرار تمكين تاني بكون عدت، لأن النيابة العامة وفقا المادة 45 من قانون المرافعات المادة 44 من قانون المرافعات بتمكن الحائز سنة سابقة، بيكون عدت سنة أو اتنين أو تلاتة، وفي الحالة دي أنا ممكن يضيع حقي. فأنا بقول دايما زي حتى في 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 في, في التقادم بضيف حياسة السلف إلى الخلف، أضيف برضو أخلي وفقا، لأن أنا بتكلم هنا في كتاب دوري مش بتكلم في قانون، كتاب دوري معطل تنفيذ قرار التمكين اللي هو صادر للحائز اللي توفى والورثة القصر الأطفال الأيتام الناس الموجودة مش عارفة تنفذه. تمام أستاذ ياسر في عجلة سريعة، برضو رسالة للسيد وزير العدل نفس الوضع، لأن احنا في محراب قانون النهاردة، تفعيل الدستور في شأن السرعة في تشكيل دوائر الاستئناف لمحاكم الجنايات، التقاضي على درجتين في الجنايات، في ناس محرومة منه وهينفذ، الدستور نص عليه الموضوع انتهى، فاضل سنوات معدودة، السرعة أنا بس بناشد جنابه سرعة تشكيل دوائر استئناف الجنايات فقط. تمام. دي رسالة بيجب بها كل متهم داخل السجون النهاردة المصرية سواء كان بريء أو حتى مدان، النهارده بيناشد بقاله 6 سنين عايز الاستئنافات بيسمع عليها فقط، وهي وارده بالفعل في الدستور. فسرعه تشكيل الدوائر لجناب السيد المستشار وزير العدل. تمام جدا. كنا النهارده حريصين في حلقتنا ان احنا نناقش موضوعات بتهم المواطن المصري والمشكلات اللي بيواجهها في حياته اليوميه، وكده في حلقتنا النهارده تكون خلصت. وحابب في نهايه الحلقه اشكر الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد على تشرفه معانا النهارده في الحلقه، واحنا سعيد جدا الاستاذ ياسر حجاج المحامي بالنقد وماجستير في القانون، وسعدت جدا بتواجد حضراتكم معايا النهارده، وكانت حلقه جميله جدا، وكده بيكون وقتنا خلص، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.